أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى قول الإمام أحمد رحمه الله: لا تقلدن مالكا ولا أبا حنيفة وخذ من حيث أخذوا؟ الإمام أحمد يخاطب علماء، يخاطب عالما مثله، خاطب عالما مثله قادرا على الاجتهاد واستنباط الأحكام، هذا لا يجوز له أن يقلد. أما العاجز فله أن يقلد للضرورة. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.